السلام عليكم. معك عبد الغني، الشركه ديال تسمعي، شفت شونتي ديال الشركه ديال تسمعي. هنايا بالنسبه لنا تنديروا شغل ترميم ديال المدينه العتيقه التازه، مشروع ديال صراحه زويون، تيعطيني نظره زوينه للمدينه وتزيدها جماليه. وبالنسبه للاشغال ديالنا راه صراحه تتمتاز بالجوده على الصعيد الوطني، الناس معروفه الشركه ديال تسمعي راه خدمنا ماشي غير في هذه التازه، خدمنا بزاف. ومن ناحيه الخدمه حاليا دابا تنحاول اننا ننسقوا ما بين السلطه والناس ديال الحوانت باش هكذا تنخلقوا واحد الجو ملائم، وتناخذوا بيد السلطه وناخذوا بيد المواطن حتى هو من اصحاب المحلات. وتعرفت دابا ظروف العمل ما تسمحش لينا باش تنخدموا بالنهار، سينو تنخليوها تنأجلوها الليل وتنخدموا باش هكا ما يتضررش التاجر وهو يخدم في راحته، وحنا تنخدموا بالليل في راحتنا واخا هي شويه ثقيله على الدراري. هو كأي عمل وكأي ميدان وكأي مجال ولا بد تكون فيه إكراهات وتكون فيه مساوئ وإيجابيات وسلبيات. بالنسبة للإيجابيات اللي هما أن الناس هنايا طيبين لا عمرها بعداك ما تلقاوش عراقيل مع الناس، كاينين استثناءات ولكن ماشي كلشي. وبالنسبة للإيجابيات كي قلت لك تنخدموا بالليل تلقاو شوية بعداك الدنيا ناقصة، ولو ان شويه ديال بعض المرات تلقاو مشاكل مع الناس بحال هكا اللي تيكونوا تيجيو بحال هكا سكيريه ولا شويه ديال المعاناه معاهم، ولكن تنسلكوها. وحتى السلطه الله يجزيهم بالخير تنعيطوا عليهم تيعاونونا وتياخذوا بيدنا. هذا فيما يخص بعداك بيناتنا حنا، هما العمال صراحه كلهم مرتاحين وخدامين، تنوفروا لهم الظروف الملائمه للعمل، ما لقيش دابا حاليا شي صعوبات ولا شي. ما تنساوش الاشتراك والضغط على الجرس باش يوصلكم الجديد.